مباراة العين كانت النقطة اللي طمنت جمهور الأهلي وخلت الناس اللي أحيانا بتنجرف قوي في فكرة الانتقاد إن كولر والراجل الأهلي كله ما كانش موافق مباراة السوبر الإفريقي، لكن الجزء يا جماعة بتاع إن الفرقة طول الوقت بتضغط من قدام وطول الوقت بتلعب كرة حلوة، الموضوع مش بالسهولة. الانتقاد كان عالي جدا. ليه؟ لأن السنة اللي فاتت في وقت ما كان الأهلي بيفوز وبيعدي كان بيلعب مباريات كتير أقل من المستوى، بس كانت بتعدي لما الأهلي بيكسب. فانت النهارده لما بتظهر بشكل وحش وبتخسر الانتقادات بتبقى عاليه جدا. احيانا عينينا بتروح للنتيجه وبنسيب الاداء. دي جملتين مهمين جدا جدا فيما يتعلق بكولر، وبالمناسبه فيما يتعلق باي مدرب في مصر، ان انت بتسيب الاداء وتمسك في النتيجه. كسب يبقى شكرا سلام عليكم برافو زي الفل، لكن لعب نفس الاداء وخسر او اتعادل بتبدا بقى اسهم الانتقادات تبقى عاليه وعاليه وعاليه بطريقه يعني بصراحه احيانا بيكون مبالغ فيها. ليه الاهلي قدر يخلي او يظهر فريق العين هجوميا ضعيف او هش دفاعيا؟ لان الاهلي كان بيطلع يضغط عليه من قدام، لان الاهلي اختار انه يلعب الكل في الكل، ضغط عالي من قدام، هحرمك من الطلوع بالكوره، هحرمك من انك تلاقي مساحه في عمق الملعب تسلم الكوره فيها لكاكو اللي يقدر يسلم الكوره بالتبعيه لسفيان رحيمي يبدا يتحرك في ظهر ديفنس النادي الاهلي. وانت بتتكلم عن ديفنس النادي الاهلي لازم هنا التحيه تكون كبيره جدا 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 لياسر ابراهيم، تالقه للمباراه الثانيه على التوالي، والرامي ربيعه اللي متالق على مدار الموسم، الاثنين عاملين جيم اكتر من ممتاز. لو العين كان ضعيف هجوميا لكن هم كانوا لعيبه عندهم المبادره، هم اللي بيروحوا يقطعوا الكوره، اقوياء جدا في كل التدخلات سواء الكور العاليه او حتى في سباقات السرعه لما كانوا بيتحطوا فيها. تعالوا نشوف الضغط. الضغط هنا عندنا نوعين من الضغط، يا الفريق كله هيطلع يضغط من قدام، يضغط مان تو مان بطول الملعب 6 على 6 او 7 على 7، او هضغط بمساحه 4 لعيبه على 5 4 لعيبه على 6. الحقيقه مارسيل كولر استعاد الضغط بتاعه مع النادي الاهلي، كوره زي ما انتم شفتوها كده بتتلعب، بصوا المنظر، وقف بقى هنا قبل ما نتحرك، بصوا بقى كده يا جماعه عشان نشوف كولر اختار ايه. دلوقتي فرقه العين الكوره في رجل حارس المرمى، جنبه اتنين مساكين، الاتنين مساكين واقف قدامهم مين؟ امام عاشور وسام ابو علي. الاهلي عاده بيضغط بالاثنين دول قدام، في وسطهم لعيب في الدايره، الراجل ده رايح له مروان عطيه اللي قدام الحكم، معلش هنوقف الكادر تاني. الباك ليفت اريك، رايح له طاهر محمد طاهر، الباك رايت رايح له حسين الشحات، نازل اثنين في العمق اللي هم كاكو دايما او بلاسيوس بيستلموا، الاثنين معاهم اكرم توفيق الباك رايت نازل مع الجناح وكوكا واقف مع الراجل، يبقى كام لعيب احمر؟ 1 2 3 4 5 6 7 على كام لعيب من فرقه العين؟ 7 لعيبه، واللعيب الفري او الحر الوحيد هنا هو حارس المرمى، ده يتقال عليه ضغط مان تو مان زي ما الكتاب بيقول، زي ما الكتاب بيقول الحقيقه يخنق اي حد. تعالى ماشي اللقطات، فرقه العين بتحاول تطلع، وسام ابو علي بيضغط، حسين الشحات بيروح، انت كده رحت ناحيه اليمين، هيلعب كره طوليه تخبط في حسين الشحات ترجع مره ثانيه، ويرجع الاهلي يضغط ثاني، بص المنظر نفس الشكل، هنا مش عارف يعمل ايه، نفس الشكل هو هو، هيقوم جاي لاعب الكوره الطويله على طول لان ما عندوش حل، يطلع ديفنس النادي الاهلي من فوق، اكرم ياخد الكوره، الاهلي ياخد الكوره الثانيه، شكرا، الكوره تطلع خلاص تسلل على سفيان رحيمي، يستعيد الكوره الاهلي من اول لعبه. حتى في اللعب المتحرك كوكا هنا طالع يضغط على الراجل رقم 5 بارك، وبعدين الاهلي بص وسام ابو علي وقوه الضغط بتاعت الفرقه، وقف بقى هنا، بص يا جماعه كام لعيب على كام لعيب، اول ما الكوره تطلع 4 على 4. شكل تاني من اشكال الضغط هو هو نفس المنظر، مين بقى يقدر يطلع بالكوره هنا؟ ازاي انت تحاول توصل الكوره للراجل اللي بيطلب الكوره هنا من لعيبه النادي الاهلي؟ كل ما الراجل بياخد خطوتين لتحت كل ما هتلاقي اكرم توفيق طالع له. الاهلي بيضغط مره ثانيه، الكوره تتلعب طاهر في ظهره كوكا، جنبه امام، نازل له اكرم توفيق، الباك رايت نازل مع الجناح، اكرم توفيق بياخد الكوره بيعمل فاول. اعمل بوز بعد اذن حضرتك وبص المنظر ده يا جماعه، ده بطول الملعب، ده من الكاميرا اللي فوق كده توضح لك شكل لعيبه الاهلي، ادي ال10 لعيبه اهلي، ادي ال10 لعيبه العين. بص نص ملعب الاهلي عند خط النص بالظبط، 1 2 3 4 احمر على 4 من لعيبه العين، يعني في 6 على 6 قدام في نص الملعب القداماني، وفي بلوك متاخر لعيبه الاهلي قدام بالظبط نقطه رميه بدايه الملقاء 4 على 4، مان تو مان 10 على 10 بيرفكت زي ما الكتاب بيقول. ايه الفرقه اللي تعرف تطلع بالكره من هنا؟ اولا محتاج يكون عندك لعيبه قويه جدا تعرف تطلع، ثانيا الضغط بتاع الاهلي ما يكونش شرس، هيلجا الى الكره الطويله، يطلع ياسر ابراهيم ياخد الكره، مروان تتقطع، بعدين يقوم جاي الاهلي مره تانية الكره بتتلعب، يقوم جاي مروان عطيه واحد من اهم نجوم الاهلي الحقيقه في هذه المباراه، يرجع يستعيد الاهلي الكره مره تانية. واحده كمان يا جماعه، الاهلي اهو بيضغط برده من قدام، حسين الشحات رايح مع الباك رايت، الكره تتلعب في العمق، باس في التاني، طاهر محمد طاهر يرجع يقطع الكوره. شوف
كام خمس ست حالات جبتهم لحضرتك، الاهلي بيضغط من لعب متحرك، الاهلي بيضغط من الكوره من ضربه المرمى بضغط مان تو مان يدرس الحقيقه، والمان تو مان ده شرس جدا، اولا لان اي لعيب هيغلط او هيتاخر خلاص، يعني لو النهارده مروان وهو نازل يضغط على الراجل بارك اتاخر شويه، بارك استلم وسلم الكوره، فالضغط كله اتضرب، وهي هنا زي تاثير الدومينو كده، واحد اتضرب الباقي كله بيتضرب وراه، ففكره ان انت تظبط الضغط ده بره ان فرقه العين عندها مشاكل في الطلوع بالكوره، عندها مشاكل في وسط ملعبها، لكن الخط الهجومي حدث ولا حرج. ان الاهلي بقى ما يوصلش الكوره لسفيان رحيمي، وقلت مع حضراتكم كده في الحلقه اللي فاتت ازاي تقف وتقفل على سفيان، انك ما توصلش الكره لسفيان، اقتل الهجمه من مهدها، اقتل الهجمه قبل ما تروح لسفيان رحيمي عشان يبدا الراجل يستلم في المساحات ويبدا يتحرك. فده كان نجاح كبير جدا 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 من مارسيل كولر الحقيقه في هذا اللقاء، انه يضغط مان تو مان بطول الملعب ويقدر. بعد الجون الثاني الفريق غير من الجيم بلان بتاعته ونزل اشتغل تحت الكوره بلوك متوسط 4-1 4-1، ودي ميزه كبيره قوي ان لما كوكا ومروان موجودين في الملعب، وهنا هتكلم مع حضراتكم على الثنائيه دي تحديدا، كوكا مروان الاثنين دول طول ما هم في الملعب الاهلي هو بيحضر الهجمه، بيحضر الهجمه باربع لعيبه، الباكين اليمين والشمال والاثنين مساكين، مروان وكوكا بيقفوا طول الوقت واقفين يعني الاثنين قدام بعض، واحد في ظهر واحد، ده اول خط للاستلام، والثاني بيحاول يتحرك ورا خطوط الظهر يستلم خطوط الضغط يستلم الكوره. طب لما الاهلي يكون بيدافع لو كوكا هو اللي مقدم مروان هيكون في ظهره، لو مروان مقدم كوكا هيكون في ظهره، فبالتالي بقى في عمق طول الوقت ما بين خط نص الاهلي وخط دفاع الاهلي بلعيب بيحمي المنطقه دي، كان ساعات الاهلي بيطلع يضغط بالاثنين فتتخلق المساحه بين نص ملعبه وخط دفاعه فيستلم فيها مهاجم الخصم او حد من لعيبه نص ملعب الخصم، ودي كانت بتشكل مشكله كبيره جدا على الاهلي لما بيطلع يضغط من قدام او حتى بيلعب تحت الكوره. بالتاكيد الاهداف ليها رونق، وسام ابو علي عند جمهور الاهلي يعني حدث ولا حرج الحقيقه، اللي بيقدمه وسام ابو علي مع الاهلي حقيقه يستحق عليه كل التحيه. وهنا ما بتكلمش على الهدف تماما ولا عن الغمزه بتاعت الجون ان حط الكوره وركنها بمعلمه الحقيقه، يعني دي طبعا بعض اللقطات لوسام ابو علي من الكاميرا الخاصه لاون تايم سبورتس والبث والنقل الممتاز والتغطيه اللي كانت شفناها يوم الثلاث اللي فات الحقيقه. وبص وسام في كوره الجون يا جماعه بالتغطيه، بص الكاميرا الخاصه بتوريك ايه، بتوريك الراجل مركز وباصص، وبص الغمزه دي، بص الغمزه دي ما بيهزرش ما بيهزرش، الراجل عينه على اللي بيحصل على الهجمه. لا الراجل يحيى نادر، على فكره يحيى نادر ده ما كانش بيشترك الماتشات اللي فات، ده كان مصاب واصر كريسبو ان هو يديله ويشترك مكان تراوري اللاعب المالي، غلط الغلطه في الكوره دي بعد مشوار امام عاشور، لكن وانت بتشوف اللقطه من الزاويه دي بص على عينه وسام هو رايح باصص على الشمال، اول ما غلط ما بيهزرش حط الراجل نكش الكوره زي ما بيقولوا بلغه الكوره كده وراح حطها في الزاويه البعيده. ليه وسام ابو علي حاجز مركزه في النادي الاهلي ودايما هو رقم واحد واثنين وثلاثه؟ مش بس عشان التهديف، وسام بيضغط ضغط في منتهى الشراسه، وصلت ان وسام وهو بيضغط بيوجه زمايله بيقول لامام اقفل هنا او اتحرك كده. وسام ابو علي الحقيقه يعني مجهود جبار، بصوا يا جماعه وسام ابو علي رقم تسعه وهو طالع يضغط لوحده، بص قوه الضغط بتاعت وسام، مروان بيجي جنبه بيكمل وسام الكوره في ظهرهم يقطع الاهلي الكوره. دايما خلي عينيك مع اول لعيب وسام ابو علي، بص بص وقف هنا معلش رجع خطوه، بص وسام ابو علي بيقول ايه؟ بيقول ايه لامام عاشور؟ بيقول له اقفل على الراجل ده، امام رايح يمين شويه على الهجمه على المكان الهجمه، قال له اقفل على الراجل ده، اقفل على الراجل الديفندر بارك ده عشان ما يستلمش الكوره، تعالى بشي بقى. فوسام وصل انه عارف يضغط وبيوجه زمايله، بص وسام ابو علي راح قفل هنا بيروح بيضغط كده زي ما بيقولوا كده بكيرف دران ان هو بيجري بجاريه مقوسه تكمل زمايله الضغط، من بعد كده كوكا وبعدين بارك يطلع بالكوره والراجل يغلط في الباس يستعيد الاهلي الكوره. هنا دي كوره الجون، بص التحرك ده من الاعاده، لان برده وسام ابو علي بره قصه الضغط فهو راجل ممتاز الحقيقه في انه يأسست لزمايله ويساعد زمايله، هو جه خطوتين من ظهر، بص بص هو فين بقى وسام؟ ما طلبش بس الكره هنا العب لي في البعيده، لا ده قام جاي واخد لفه من تحت بعد عن الراجل السنتر باك وجه نزل طلب الكره في المساحه الفاضيه وقام جاي حاطط الكره مره ثانيه لحسين الشحات، اسيست يدرس الحقيقه من وسام ابو علي. تعالى نبص مره ثانيه على وسام ابو علي، ان الحقيقه كمان وسام ابو علي عجبني جدا في كوره الجون التالت. بص وسام ابو علي يا جماعه نزل فين؟ الاهلي هو مضغوط نزل سند الكوره لمروان عطيه، مروان لعب الكوره لطاهر محمد طاهر زي ما بيقولوا كده الفرقه بتطلع عليه، فوسام ابو علي النهارده هتدي له في الارض هيسند، هتدي له عالي هيوقف الكوره على صدره ويسند الكوره لامام عاشور يحط وش رجله والجون يتعامل مع الكوره، يبقى وسام ابو علي ينزل تحت يطلع الفرقه. بص بقى المجهود ده في الدقيقه 89
وسام هو اللي رايح يضغط. طب انت النهارده فكر كده، مهاجم فرقته كسبانه 2-0 في الدقيقه 89، الراجل راح ضغط خد الكوره وعامل باس اسيست، وعنده على فكره انكار ذات، انا بحيي وسام ابو علي عليه في كره حسين الشحات في الكوره دي، ودايما وسام ابو علي المجهود البدني الجبار اللي بيعمله، عشان كده اول حد من وجهه نظري فكر فيه كولر يكون بديل لوسام هو طاهر محمد طاهر. بنيه جسمانيه طويل ممكن يطلع في العاب الهواء يبقى كويس جدا، قوي جدا في الضغط، دايما الناس بتقول لك طاهر بيلعب عشان بيرتد دفاعيا قوي عشان الجزء البدني، لكن طاهر قوي في الضغط وبيعرف يضغط من قدام كويس. فوسام ابو علي هو اللي بيقود حملات الضغط الاهلاويه طول الوقت، طول ما هو فت وعارف يوجه الضغط. فكره دايما اقول لحضراتكم ركزوا مع وسام ابو علي وهو بيوطي كده، هتلاقيه بيوطي بجسمه لتحت ويبدا يبص حواليه يمين وشمال ويبدا يقفل زوايا التمرير بجسمه فينطلق بعد كده في الضغط، ودي حاجه من المميزات بصراحه اللي بيعملها وسام ابو علي. بص الراجل النهارده بالكاميرا الخاصه قطع الكوره واخد خبطه وراح كمل حط الكوره في ظهر السنتر باك اخد فاول، كل اللقطات دي والحقيقه ميزه ان انت تبقى شايف لقطات مختلفه كانك في الملعب من الكاميرا الخاصه بتوريك تحركات اللعيب وقد ايه هو قادر يطلب الكوره في مساحات. بص وسام ابو علي في الكوره النهارده بياخد الكوره في ظهره، الراجل بسم الله ما شاء الله اجريسيف جدا جدا قوي مشاكس، انا بيعجبني جدا لان الدفاع بيبدا من عند اول مهاجم، الديفنس بيبدا من عند اول مهاجم. دي كوره جون طبعا امام عاشور، وسام بتحركاته والكوره بتتلعب تروح لامام عاشور بيسجل جون عالمي. من وسام ابو علي لواحد من نجوم الاهلي في هذا اللقاء، وواحد كان منتظر هذا الجون، اعتقد ان امام عاشور كان مستني الجون. لو انت سرحت بخيالك شوف كم مره الكوره ردت لامام حط وش رجله، حتى في اللقاء ده وش رجله خارج الكوره تطلع فوق، في لقاءات تانية بيحاول دايما يحط وش رجله ويشوط ويسجل، والكره بقى نازله على الطاير بشماله بيمينه لغايه ما في الاخر امام كلل مجهوده في هذا اللقاء تحديدا بجون عالمي. والحقيقه امام عاشور في هذا اللقاء عمل واحدة من أفضل مبارياته من وجهة نظري مع النادي الأهلي على مدار الفترة الأخيرة، يمكن من آخر الموسم اللي فات كمان تحديدا، مش بس مع بداية الموسم ده. أولا كولر اعتمد على وجود اتنين يعني ثنائي محور، مروان عطية جنب كوكا، وزق إمام عاشور قدامهم كأنه بلاي ميكر، فبدأ إمام يتحرك في ظهر نص ملعب فرقة العين. ولكن أهم نقطة عملها إمام أو نقطتين تحديدا في الماتش ده، إن إمام بقى يرجع أولا يستلم الكورة من تحت فيساعد الأهلي في الطلوع بالكورة. لما يضغط على الاهلي في الماتشات السابقه، ماتش سيراميكا، ماتش الزمالك في السوبر الافريقي، كان الاهلي ايا كان ثنائي المحور بيضغط عليهم من لعيبه الزمالك، فالكره ما كانتش بتوصل لامام عاشور او لوسام ابو علي او لحسين الشحات، كنت بتلاقي وسام ابو علي وامام على نفس الخط او واقفين قريبين من بعض جدا، امام المفروض ينزل يساعد زمايله في الطلوع بالكره، ما كانش بيعمل الدور ده، ففي مباراه العين عمل الدور ده. النقطة الأهم إن إمام عاشور ما كانش بيرجع يدافع طول الوقت مع الأهلي، كان رجوع إمام في الحالة الدفاعية لا يتعدى زي ما بيقولوا كده الجوجنج أو الجري البسيط جدا، لكن في المباراة دي إمام كان بيرجع سبرنتات يقطع الكورة ويرجع مرة تانية بيها. تعال نشوف باللقطات ليه الماتش ده تحديدا كان واحد من أهم ماتشات إمام عاشور ومميز فيها في مساعدة زمايله في الطلوع بالكورة وفي المجهود البدني الكبير اللي عمله. بص إمام عاشور بينستلم فين؟ تاني امام عاشور في مباراه سابقه مع الاهلي ما كانش بينزل يستلم الكره هنا خالص، ولو كان بينزل كان بينزل مره مرتين. امام نزل استلم بص رفع عينه اتاخر على الكره عمل ديلي طلع لكوكا حط له الكره وساعد الفريق. انا ليه جبت الحركه كلها دي؟ عشان تعرف امام بيتحرك فين. دي كره جون وسام ابو علي، امام واخدها من نص الملعب، اخد مشوار من اللي كان بياخدهم مع الزمالك وكان بياخدهم مع منتخب مصر ايام روي فيتوريا اللي هو البوكس تو بوكس. تعال بص مره ثانيه الاهلي هنا مضغوط عليه، مين هيحل اللغز؟ الشناوي ممتاز برجليه، ده مين ده اللي استلم الكوره في مساحه فاضيه كبيره؟ امام عاشور ينزل يستلم الكوره ويتاخر ويعمل ديلي ويروح يستنى يحيى عطيه الله يحط الكوره في مساحه اكتر من ممتازه ليحيى عطيه الله، يبقى الشناوي يلعب في مساحه لامام عاشور ترد الكوره. بص دي واحده من الكور اللي راحت، وحتى بص امام عاشور راجع فين، بص امام عاشور راجع فين، نازل يستلم وده الطبيعي. وبص جوده الباس يا جماعه والكواليتي لما ننزل وفي ظهري واحد احط الكوره بالاسلوب ده. وقف هنا قبل ما نلعب اللقطه دي، انا اسف، دي بالنسبه لي الماستر سين لامام عاشور في المباراه. وهنا الماستر سين مش الجون، الماستر سين مش الكره الصاروخ، هي طبعا تدرس، لكن الماستر سين هو المجهود البدني. دي اللقطه اللي انت ما شفتهاش وانت بتتفرج على الماتش، دي اللقطه اللي انت ما شفتهاش لامام عاشور وانت بتتفرج على الماتش قبل الجون. تعال بقى نشوف امام عاشور فين ورجع لفين ثم رجع سجل منين. الكره مع الاهلي اتقطعت من مروان عطيه اللعيب رقم 6، ادي امام عاشور رقم 22 اهو عند الحكم، هجمه مرتده على الاهلي، مروان وامام، مروان رجع الكره بقى بتاع لعيب رقم 5،
راحت على طرف من اطراف الملعب رايح مروان، الدايره امام عاشور بيرجع، يلا بينا هتبدا الجري تزيد شويه اول ما الكره تروح عند الراجل، هو الوحيد اللي من الرباعي الهجومي رجع، يلا بينا جري اللقطه، امام بيرجع مع الراجل على طول، حسين الشحات لسه بيلعب تحت الكوره، هيكمل اللقطه على طول لحد اخر الكوره الجون ويقطع الكوره الاهلي، ويرتد امام عاشور بسبرنت بطول الملعب مره تانية لغايه ما نجيب كوره الجون اللي هتتعرض مع حضراتكم. امام عاشور رجع قطع الكوره مع زمايله اتقطعت، قام راجع ضارب سبرنت تاني لحد ال 18 بتاعه العين، الكوره تتلعب له، الراجل يحط وش رجله صاروخ، هدف بطول الملعب. امام عاشور هنا بالنسبه لي دايما كان بيتالق لما يكون عنده الحريه وهو عايز يتحرك ويجري، هو النهارده هو بيلعب بلاي ميكر عنده حريه كبيره جدا 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 انه يتحرك، هي دي اللقطه زي ما بقول لحضراتكم. امام راجع، امام راجع اهو مع زمايله، الكره اتقطعت، امام عاشور دلوقتي بالظبط على خط ال 18، بص امام عاشور اول لعيب اهو، اول واحد هتروح للكره من اكرم توفيق، امام عاشور، حسين الشحات، ادي امام اللي فتح من 18 بتاعه العين رجع ل 18 الاهلي، يضرب سبرنت مره تانية ل 18 العين، هو الوحيد اللي راح ورجع في اللقطه دي، تتلعب له يمرجح رجله ويملى وش رجله وصاروخ في سقف الشبكه. دي بالنسبه لي اللقطه اللي كان بيفتقدها امام عاشور مع الاهلي، انه يرجع يدافع بكل جديه، انه يشتغل بطول الملعب، ما يكتفيش بس انه يتحول لجناح شمال لما حسين الشحات يخش في العمق، لا بالعكس، ده امام عاشور الكره تتقطع يرجع لجونه ثم يرتد مره ثانيه يسجل جون بعد المجهود البدني والنفس ده كله، والكره تجيلك وتملى وش رجلك، فالحقيقه جون بالنسبه لي لقطه من اهم اللقطات لامام عاشور اللي هتديله ثقه كبيره جدا كمان تحديدا في قصة التسديد. إمام حط واحدة فوق العارضة اللي قلشت في الماتش ده، حط واحدة في الجون وحط واحدة بشماله تعامل معاها خالد عيسى حارس مرمى العين الإماراتي. مبروك للنادي الأهلي الفوز، النادي الأهلي كده بيضرب موعد إن شاء الله يوم 14 ديسمبر في الدوحة مع باتشوكا المكسيكي اللي هيلاعب الكسبان من بطل كوبا ليبرتادوريس إن شاء الله، وكل التوفيق للنادي الأهلي في قدرته إن شاء الله على كتابة التاريخ في هذا اللقاء في الدوحة بإذن الله.